السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي في فيديو جديد لحل كتاب الامتحان كيمياء 2021، الدرس الثاني، الخصائص العامة لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى. طيب، بالنسبة كده أول حاجة، أول سؤال يعني بيقول أي من الاختيارات التالية تعبر عن خواص فلز انتقالي؟ بالنسبة لتوصيل الكهرباء، أول حاجة كده بالنسبة لتوصيل الكهرباء، الفلزات الانتقالية موصلة جيدة للكهرباء، يبقى الاختيار ب و ج و د صحيحة. تجو هنا بقى لدرجة الانصهار. درجة الانصهار بتاعة العناصر الانتقالية هتلاقوا هنا بتطلع 1000 وي، يعني كلها 1000 وي، تمام؟ فلما تيجي هنا درجة الانصهار هيبقى الاختيار الوحيد اللي ينفع اللي هو ده، يبقى اذا الاختيار ج، تمام؟ لان درجات الانصهار زي ما انتوا شايفين هنا اهو 1000 وي، كلها درجات انصهار كلها، وكذلك هنا مفيش غير الاختيار ده، يبقى الاختيار اللي ينفع هو الاختيار ج. اي من الاختيارات التالية تعبر عن خواص العناصر الانتقالية؟ تكون مركبات غير ملونة، تكون مركبات غير ملونة، ولا ج كثافتها مرتفعة وكثافتها مرتفعة؟ اول حاجه هتحله عن طريق الاستبعاد، هي بتكون مركبات ملونه اولا، فالف وباء يتم استبعاده. بالنسبه لهنا بيقول لي توصيلها للكهرباء ضعيف، هل توصيلها للكهرباء ضعيف؟ لا، هي موصله جيده للكهرباء، وتستخدم لعامل حفازه، وهنا كثافتها مرتفعه، يبقى الاختيار ج هو الاختيار اللي ينفع. يبقى عن طريق الاستبعاد قدرتوا تحددوا الاختيار الصحيح. كذلك في السؤال الاولاني وفي السؤال الثاني استبعدتوا، قدرتوا تطلعوا الاختيار الصحيح. يتشابه الصوديوم مع الاسكانديوم في كل مما يأتي عدا أنهما يتفاعلان مع الماء بعنف، تمام؟ الاثنين بيتفاعلوا، بالذات الاسكانديوم كمان شديد النشاط. يكونان حالة التأكسد موجب 2، لا ركزوا، الاسكانديوم مش بيكون غير حالة التأكسد موجب 3، والصوديوم مش بيكون غير حالة التأكسد موجب 1، يبقى إذن اللي بيختلفوا مع بعض في حالة التأكسد. السؤال الرابع، كلما ازداد العدد الذري للعنصر الانتقالي في الدورة الواحدة كلما قلت طاقة تأينه، بالعكس ده طاقة تأينه هتزيد، وهقول لكم ليه. ازداد نصف قطره، لا، نصف القطر ثابت نسبيا. قلت كثافته، لا، ازدادت صعوبة تأكسده، هو ده الاختيار صحيح، لان بالذات كثافته على فكرة دي بتزيد كثافته، تمام؟ لان كتلة ذرية بتزداد، فبالتالي الكثافة بتزداد، وطبعا مع ثبوت الحجم، وزي ما قلت لكم الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، الحجم ثابت فالكتلة بتزيد، يبقى إذن الكثافة بتزيد. طيب ازاي بقى بتزداد صعوبة تأكسده؟ لأن كل ما ازداد العدد الذري كل ما ازدادت شحنة النواة الفعالة، تمام؟ فبتزداد قوة جذب النواة للإلكترونات بتاعت 4s و 3d، فهيصعب فقد الإلكترونات، فهتزداد طاقة التأين وهيزداد صعوبة التأكسد. السؤال الخامس، أي من الأيونات الآتية يعبر عن أيون دايا مغناطيسي وغير ملون؟ عايزين أيون من أيونات الثلاثة دي ما يبقاش عنده إلكترونات مفردة، يعني هو قصده بأيون دايا مغناطيسي التفسير بتاعها إنه ما يبقاش عنده أي إلكترونات مفردة. نمسك أول عنصر اللي هو التيتانيوم 22. التيتانيوم بيبقى توزيع الأرجون 18، 4s2 3d2. طيب هنا موجة 4، يعني هيفقد دول، هيبقى 0 وهيفقد دول. هل هيبقى عنده الكترونات مفردة؟ لا، ده هيبقى عنده توزيع، وهيبقى الايون بتاعه توزيع ارجون 18 فقط، يبقى اذا التيتانيوم اللي هو اول اختيار هو الايون ده مغناطيسي وغير ملون. السبب لانه ما عندوش الكترونات مفردة. المركبات الاتية بارامغناطيسية وملونة عدا نقط، يعني من الآخر برضو عايز هنا مادة ما فيهاش إلكترونات مفردة، لأن هو بيقول لك كل المركبات اللي هنا بارا مغناطيسية وملونة عدا، يعني ده تقريبا نفس السؤال ده، طريقة السؤال ده ولكن طريقة بتختلف، يعني نفس السؤال ولكن طريقة مختلفة، برضو عايز هنا مركب ما عندوش إلكترونات مفردة. طيب نمسك أول اختيار الإسكانديوم Cl3، هنا الإسكانديوم حالة التأكسد بتاعته 3. طب توزيع الإسكانديوم أصلا اللي هو 21 أرجون 4s طبعا 2 و 3d 1،
تمام. فلما يفقد التلاتة يبقى هنا زيرو وهنا زيرو، يبقى بقى عنده الأرجون بس، يبقى هو ده الاختيار، لأن ده كده يبقى ده مغناطيسي وغير ملون. السؤال السابع، أي من هذه الأيونات يكون عزمها المغناطيسي أكبر ما يمكن؟ قصده ايه هنا؟ قصده ان أي من الأيونات الآتية هيكون عندها أكبر عدد من الإلكترونات المفردة. تعال هنا للخرسين. أول حاجة الخرسين موجب اتنين، يعني لما يفقد الكترونين أصلا هيبقى ما عندوش عزم مغناطيسي، هو الاسكانديوم موجب تلاتة، الاتنين دول مش هيبقى عندهم عزم مغناطيسي، فبقى الكروم موجب تلاتة والحديد موجب اتنين. انهي بقى من المركبين دول هو اللي عنده اكبر عدد من الالكترونات المفردة؟ طيب هنقارن. اول حاجة عايزين نعرف توزيع الكروم، توزيع الكروم ارجون 18 4s1 3d 5، لان طبعا كروم توزيع شاذ. فلما يفقد 3 يبقى هنا 0 وهنا يبقى 3، يبقى عنده كده ايه 3 الكترونات مفرده. طب تعالى للحديد، الحديد توزيعه العادي ارجون 18 4s2 3d 6. لما يفقد 2 من هنا من ال 4s هيبقى هنا 6 الكترونات، يعني كام الكترون مفرد؟ هيبقى 4. يبقى اذا انهي بقى فيهم عنده عزم مغناطيسي اكبر؟ طبعا الحديد. بيقول ايه، تتساوى قيم العزم المغناطيسي في زوج الايونات نقط. طبعا لازم تجيبوا الايون ده والايون ده وتعرفوا هل عندهم عدد من الالكترونات المفرده قد بعض ولا لا. فاول حاجه ايون الحديد موجب 2، طيب هنشوف همسح الكلام ده ونشوف. طبعا ايون الحديد موجب 2 هيبقى نفس التوزيع اللي احنا كنا جايبينه فوق، اللي هو الفور اس ده الايون بقى، ده ايون تمام عشان ما تلخبطوش. 4s طبعا 0 3d 6 عنده كده 4 الكترونات مفرطه. طيب نيجي هنا بعد كده للمنجنيز، ايون المنجنيز طبعا المنجنيز اصلا كان توزيعه 25، توزيع المنجنيز اصلا 4s 2 3d 5. طيب لما يبقى ايون هيبقى 4s 0 3d 4، هيبقى عنده برضو 4 الكترون مفرد، يبقى اول اختيار. كويس ان هم عاملين في الحاجات دي اول اختيار عشان انت ما تقعدش تجرب في الاختيار كلها، هتلاقي نفسك خدت وقت طويل جدا، سواء انا وانا بشرح لكم الفيديو او انت وانت قاعد بتحل مع نفسك. فكويس ان هم عاملين في الحاجات دي يعني اول اختيار، وانت بذكائك اصلا تقدر انك تحسبها في عقلك كده وتسرع الموضوع اكتر. السؤال التاسع، تنجذب جميع المركبات الآتية مع المجال المغناطيسي الخارجي عدا. قصده هنا ان كل المواد دي مواد بره مغناطيسية عدا مادة واحدة اللي هي مادة ضاية مغناطيسية، عايزك تعرفها. مادة ضاية يعني مادة او مركب ما عندوش الكترونات مفردة. طبعا انت تقعد تجرب كل مركب، ولكن انت لو مذاكر كيمياء كويس هتلاقي نفسك بمجرد النظر اخترت الاختيار سي. السبب لان الخرسين هو ومركباته عبارة عن مواد ضاية مغناطيسية لا تنجذب للمجال المغناطيسي الخارجي، يعني انت مجرد كده تلقائي حليت كتير عملت كتير تلقائي كده تلاقي نفسك اخترت الاختيار سي من غير ما تقعد تجرب كل الاختيارات دي. تعتبر المركبات كلوريد الحديد وهكذا الثنائي والثلاثي كبريتات الحديد، هل هي مواد بره مغناطيسية ملونة؟ طبعا هي عبارة عن مواد بره مغناطيسية أو ملونة، لأن هي تحتوي على إلكترونات مفردة سواء أيون حديد ثنائي أو أيون حديد ثلاثي. وهنا أيون حديد ثنائي، يعني هنا مركبات الحديد اف اي موجب 2، تكافؤ موجب 2، واف اي موجب 3 تمام كده. طيب فسواء اف اي موجب 2 أو اف اي موجب 3 فدي عندها إلكترونات مفردة خارجية تمام، في عبارة عن مواد بره مغناطيسية وملونة. طيب المركب بتاع كلوريد الاسكانديوم هل مادة؟ طبعا كلوريد الاسكانديوم، الاسكانديوم طبعا ملوش غير حالة تكافؤ واحدة وهي موجب تلاتة، بتبقى عبارة عن مادة ضاية وغير ملونة اللي هو الاختيار د،
ليه؟ لأن الاسكانديوم هنا عيون موجب 3، مش هيبقى عنده غير الأرجون بس، يبقى إذن هو ما عندوش أي إلكترونات مفرده. والسؤال ده تقريبا اللي هو كلوريد اسكانديوم ده عدى فوق، حليته معاكم. فالحاجة اللي انت حليتها قبل كده خلاص ما تقعدش تضيع وقت فيها. يعني هنا الكريبتون 5s2 4d 10، فبيقولك دي مادة تعتبر ايه. طيب هنا زي ما انتوا شايفين مفيش اي الكترونات مفردة، دي حالة ذرية طبعا، ومفيش اي الكترونات مفردة، اذا دي مادة كده ضايع مغناطيسية. اذا هنقول كده ان هي مادة ضايع مغناطيسية في الحالة الذرية. سؤال 13، في الشكل المقابل تكون حركة مؤشر الميزان أكثر انحرافا عند وضع المادة التي تحتوي على أيونات نقط في الأنبوبة. طيب هو قصده هنا إن ده مغناطيس ودي هنا محطوط مادة، فبيقول لك المادة هتنجذب قوي للمغناطيس، فأنهي مادة بقى لو اتحطت من هنا هتحقق أكتر انجذاب؟ طيب مش المادة اللي هتحقق أكتر انجذاب دي هي المادة اللي ليها أكبر عزم مغناطيسي؟ ولسه قايلة لك فوق إن المادة اللي ليها أكبر عزم مغناطيسي، تمام، اللي ليها أكبر عزم مغناطيسي بيبقى عندها أكبر عدد من الإلكترونات المفردة. طيب هتجي انت بقى توزع الأيونات دي، توزيع الإلكتروني للأيونات دي، وتشوف عدد الإلكترونات المفردة. هتلاقي بعد توزيع أيون الحديد موجب 2 إن عنده 4 إلكترونات مفردة. هتلاقي الكروم عنده 3 إلكترونات مفردة. الكلام ده أنا حليته معاكم، أيون الحديد والكروم، تمام. المنجنيز هتلاقي إن عندك 5 إلكترونات مفردة. الفانديوم هتلاقي عندك تقريبا إلكترونين بس. يبقى اذا انهي اكبر عدد الكترون مفرده ب؟ تاني التوزيع ده تم توزيعه ازاي؟ زي الحاجات اللي كنت بحلها معاكم فوق بالطريقه دي. انت توزع بالطريقه دي، هتوزع الاول الحاله الذريه، فقال لك مثلا عدد التاكسد موجب 2، فتقوم ايه حاذف الكترونين من الفور اس. قالك حاله التاكسد موجب 3، تقوم حاذف الكترونين من الفور اس والالكترون من الثري دي، وهكذا. فبعد كده هتلاقي نفسك ان شاء الله مع الحل الكتير وحل اكتر من كتاب ومشاهدة الحل، هتلاقي نفسك خلاص تلقائي بقت تحلها مع نفسك. 14 اية من الاختيارات الاتية تعبر عن النشاط الحفزي للعناصر الانتقالية ومركبتها. طبعا النشاط الحفزي عناصر انتقالية ومركبتها بتبقى كويسة، تمام، فجيد جيد، يبقى الاختيار الف. سؤال 15، العنصر الذي توزيع الإلكتروني 4s1 3d 10، طبعا ده معروف ان ده النحاس، بالذات ان هو شاذ في التوزيع زي ما انتوا شايفين. طيب لو انتوا مش عارفين برضو ان ده نحاس تعملوا ايه؟ هتجمعوا وتجيبوا العدد الذري بتاعه لأرجون 18، 18 أرجون عنده 18 إلكترون، 4s1 3d 10، هتلاقوا ان ده عددهم 29 الكترون. تبصوا على الجدول الدوري انهي عنصر عنده 29 الكترون، هتلاقوا ان هو النحاس. طيب عايز بقى الاختيار اللي بيناسب النحاس، ان هو عنده اكتر من حالة تاكسد. النحاس عنده اكتر من حالة تاكسد، له نشاط حفزي، تمام، مركباته ملونة، يبقى الاجابة جميع ما سبق. سؤال 16، الشكل المقابل يعبر عن مخطط الطاقة لتفاعل كيميائي يرمز فيه الحرف نقط إلى طاقة التنشيط عند استخدام طبعا عامل حفز. طيب فطبعا طاقة التنشيط عند استخدام، أو المخطط اللي بيعبر عن إن في عامل حفز، هو المخطط ده اللي أنا علمت عليه بالأزرق ده. فطاقة التنشيط بتبقى المسافة من هنا لهنا. طيب أنهي رمز بيعبر عن مسافة لهنا لهنا؟ تلاقوا الرمز بي. سؤال 17، الشكل البياني المقابل يعبر عن طاقة تنشيط أحد المتفاعلات، أحد التفاعلات، قبل وبعد استخدام عامل حفاز، ومنه يتضح أن طاقة التنشيط تفاعل المحفز تساوي نقط كيلو جول. طيب بالراحة كده، اللي هعلم عليه ده التفاعل باستخدام عامل حفاز، أو هو مخطط بس مش عارفة، هو مش باين شوية في الصورة، فهو
فيبقى المسافة من هنا لهنا هي طاقة التنشيط، هي دي بقى الرمز اللي أنا عايزاه. طيب دي بقى حاجة رياضية شوية، ازاي تعرفوا القيمة دي؟ عشان تعرفوا القيمة دي لازم تبقوا عارفين القيمة دي، تمام؟ ولأن مجموع دي ودي 130. تاني، لو أنا رمزت ال A إن دي طاقة التنشيط، تمام، و B هنا دي طاقة، فإذا A زائد B يساوي إيه؟ 130. تمام كده، ادي A اللي هي طاقة التنشيط اللي احنا عايزينها، وادي B، A زائد B بيساوي 130 كيلو جول على المول. طيب احنا عايزين نعرف B عشان نعرف A. طيب B هنا بكام؟ هتنقصه 210 ناقص 180. 210 ناقص 180 تعمل لك كام؟ تعمل لك 30. يبقى B كده ب30، يبقى A زائد 30 هتساوي 130، يبقى A هتساوي 100. تاني كده على طول، دي كده المخطط اللي انا رسمه بالازرق ده، ده بيعبر عن مخطط باستخدام عامل حفاز. فعايز طاقة التنشيط، التفاعل المحفز ده طاقة التنشيط، اللي هو يبقى المسافة من هنا لهنا، تمام. طيب المسافة من هنا لهنا زائد المسافة دي بتساوي 130. طب عايزين نعرف المسافة دي، هتبقى 210 ناقص 180 تطلع لك 30، يبقى A دي ب100. سؤال 18، تتميز كل الفلزات الانتقالية بخاصية نقط قابلة قابلية التمغنط، مش كلها، هو عايز حاجة عامة، يعني حاجة اقول ان كل الفلزات الانتقالية تتميز بخاصية كذا، حاجة عامة. فقابلية التمغنط وبالنسبة للألوان والتمغنط اللي هي الحالة البارة المغناطيسية والضاي المغناطيسية او مركبات ملونة وغير ملونة، دي مش بتشترط على كل الفلزات الانتقالية، يعني في فلزات انتقالية بتبقى مواد ضاية وفي بتبقى بارة. يبقى اذا الف وجيم دي مش حاجة عامة على الفلزات الانتقالية. تعدد حالة التأكسد برضو لا، طب ما هو مثلا عنصر الاسكانديوم عنده حالة تأكسد واحدة، هي موجة تلاتة، فبرضو لا. بالنسبة لتوصيل الكهرباء هو الاختيار الصحيح، لأن كل الفلزات الانتقالية موصلة جيدة للكهرباء. بيقول ايه؟ سؤال 19، أي من الأيونات التالية تكون محللها المائية ملونة؟ طيب فعايز بقى أيون الحديد موجة بتلاتة، طبعا أيون الحديد بيبقى عنده ايه؟ بيبقى عنده 4 إلكترونات، فإذا هيبقى ملون. بس بيقولك هنا فقط، فكمل كده البتاع. الألومنيوم هنا موجة بتلاتة، أيون الألومنيوم موجة بتلاتة، مش هيبقى عنده غير 10 إلكترونات بس، تمام؟ يعني هو توزيعه مثلا 2 8 3، فلما يفقد التلاتة يبقى عنده 2 و8. هل هيبقى عنده كده إلكترونات مفردة؟ لأ، يبقى إذا الألومنيوم غلط. بعد كده الحديد والنيكل، الحديد موجب تلاتة زي ما قلنا، يبقى عنده 4 إلكترونات مفردة. النيكل هيبقى عنده إلكترونين مفردين، تمام؟ فالاختيار جيم صحيح، لأن الاختيار ده ما ينفعش. سؤال 20، عند إذابة كل من نقط في الماء على حدة يتكون محلول ملون. السؤال ده عن طريق هتحله كده بسرعة بمجرد النظر عن تلي استبعاد، إن الاسكانديوم هو في حالة التأكسد موجب تلاتة، اللي هي حالة التأكسد الوحيدة يعني، بيبقى غير ملون، تمام؟ هو والخرسين، هو مركبات الخرسين، يبقى إذن ده الاختيار ألف هيتم استبعاده لأن فيه الاسكانديوم. بالنسبة للاختيار ده هيتم استبعاده لأن في الخرسين كذلك الاختيار ده، مش هيبقى لك غير الاختيار ده، يبقى هو ده الاختيار الصحيح. وبكده تكون خلصت تدريبات الدرس الثاني كيمياء. أشوفكم بقى بخير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.